لو الحكاية فيها إن فيتو. الشعب المصري رقم واحد في إيه؟ حاجات كتير قوي. زي إيه؟ المهيصة، كلام كتير، الكذب، الغش، النفاق، هو رقم واحد كده. كل ما هو سيء هو رقم واحد فيه. فاكل الفول بصراحة، يعني في الطيبة. بس الشعب المصري حقيقي مواهبه كتيرة متعددة، وهو بطل العالم في البكش، الأونطة، الكذب، الغش، الجهل، النفاق، التعليم. دي اهم يعني حاجات اللي احنا متفوقين فيها، واحنا واخدين تقريبا كاس العالم والميداليات الذهبيه في الاونطه، والميداليه الفضيه في البكش، والميداليه الفضيه في الكد، كل حاجه. الفهلوه طبعا يعني احنا مميزين فيها جدا، والفشل، السمنه، الرز، الصناعه، التجاره. بس رقم واحد فين؟ مع الأسف الشديد هو رقم واحد في المهالة والذل، لأن ما عندوش كرامة إنسانية. أنا جزء منهم برضو، من الشعب المصري، وفرد من الشريحة للشعب المصري. إيه كتير. زي إيه؟ سهلاوة. في العاطفة، عاطفة، تسامح. في الكذب والغش. واحد وقفني فطلعنا إن إحنا خدنا نمبر واحد في الفساد، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر يعني، الحسد، ومركز اثنين على مستوى العالم. المبروك يعني في تجارة الأعضاء البشرية. هو الوحش الفتي يا عامة. طب والحلو؟ الحلو اللي هو بيحب برضه، لا وحش برضه اللي هو بيحب نفس الواسع. التطبيق.